Ay, qué encorna. أسعد الله أوقاتكم متابعي ومتابعات شكرا مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث مباشر من مدينة قنيطرة. كيفما كتشاهدوا حنا اليوم فأمام واد سبو اللي معروف في مدينة قنيطرة, وكيفما كتشاهدوا معنا أجواء الليل في مدينة قنيطرة. ومرحبا بكل من التحق بنا, مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. مرحبا بكل من التحق بنا, سي عبد الله مرحبا بك, وكل من التحق بنا كنقول له مرحبا في هاد البث المباشر من مدينة قنيطرة وبالضبط بواد سبو. كيفما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل, هاد المنظر الجميل في هاد الليلة وخصوصا يوم السبت. مرحبا سي عبد الله مرة أخرى, مرحبا بك, مرحبا بكل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشعب. هذه الجولة في واتسبو كيفما كتشاهدوا معنا المتابعين الأفاضل, أجواء ديال واتسبو. مرحبا برافو. معلم مرحبا بك, برافو, مرحبا, ألف مرحبا. كل ما استحق منها كنقول له مرحبا بك معنا في هذه الجولة الليلية بواد سبو بمدينة قنيطرة. كيف ما كتشاهدوا معنا الأجواء, مرحبا من إخوان ديالنا من الجزائر, تحية لكم كذلك, تحية متبادلة. كما كتشاهدوا معنا المتابعين الفاضل, كوثر مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر, وكل من التحق بنا كنقول له مرحبا والف مرحبا. اسماء كذلك مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله حنان, كل ما تحق بنا مرحبا وألف مرحبا. كنعتذر بعض التعليقات اللي ما قريتهمش, كنعتذر منهم. إن شاء الله السي خالد غادي يمشيو, خالد معلم إن شاء الله غادي يمشيو لاباس وندير لكم جولة ليلية تما إن شاء الله قرب لاباس, ماشي بلاباس بالضبط ولكن قرب ديالو. غادي نمشيو للناس اللي كيقولوا لنا خبازه, حتى هي غنمشيو ان شاء الله لنا السنتر فيل في مدينه قنيطرة. عشتو معنا الاجواء ديالها, عشتو معنا مجموعه ديال المناطق في مدينه قنيطرة. غادي نهبطوا للمهدي ان شاء الله, غادي نديروا اجواء ليليه في مختلف المناطق ومختلف الجهات, عفوا احياء عفوا نعتذر, في مدينه قنيطرة ان شاء الله. السكنية المسيرة, هادو مجموعة ديال المناطق اللي غادي نمشيو لها ان شاء الله في مدينة قنيطرة وغندوزو فيها جولة ليلية. مرحبا ان شاء الله, غادي كنوعدوك السي خالد غادي نديرو في جهة لاباس. مرحبا مرحبا وشكرا على الاقتراح ديالك السي عبد العلي. مرحبا كل التوفيق كذلك لك انت كذلك السي توفيق, ومرحبا بكل من التحق بنا كنقولو مرحبا بك في هاد الاجواء الليلية في مدينة قنيطرة. حنا اليوم في بالضبط في واد سبو كيفما كتشاهدو معنا الأجواء. مرحبا بالجالية لليلة من الجالية المغربية بمقيمة بالسويد, مرحبا بك لالا. السي حسان
أسماء كذلك مرحبا، وألف مرحبا مرحبا أكيد طبعا. الأسماء كل ما تلحق بينا كنرحبو به. بشرى لا لا مسخافيش، أنا بشرى مسخافيش. سي وليد كذلك مرحبا وألف مرحبا. لا ما تخافش سي وليد مرحبا. عفوا أنا وداد، أعتذر أعتذر لا وداد أعتذر. لا ما تخافش لا وداد ما تخافيش. توريا مرحبا وألف مرحبا. كل ما تحك بنا كنقول مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة مطرة بالضبط بواد السبو، كيف ما كتشاهدوا معنا الأجواء الليلية في هذه المنطقة هذه. ففي الأيام العادية بمعنى بالصيف كتكون هنا الدنيا عامرة، الناس جالسين، انتم عارفين دابا الجو ديال الشتا كيما كاين، كلشي دابا في المنازل ديالو. بارك الله في تحية المتبادلة للأخ ما بينش الاسم ديالو سي زهير على ما أعتقد. لا 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 أعتقد، لا لا أعتذر. بارك الله فيك، كنشكرك جزيل الشكر، تحية متبادلة. وأعتذر راه ما قريتش الاسم ديالك، إذا قريتو غلط أعتذر منك. يمكن على لا على ما أعتقد. لا 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 سير شوية سير شوية، يمكن كنمشي نمشي بزربة واقيلا. ما فهمتش شوف كدير في السلام، ما فهمتش الا اسماء شنو كتبتي ليا عاد منك. شكون اللي ماشي من القنيطرة وفات زار هاد المنطقة هادي وخصوصا فواد سبو؟ شكون اللي ماشي من القنيطرة ودار زيارة لهذه المنطقة هذه أو هذه البلاصة اللي حنا كنتواجدو فيها الآن؟ سعب قادر سنة ناس مرحبا سعب قادر، شكرا. كيف ما كتشاهدو معنا سي محمد كيقول لنا إنارة ما كايناش. لا راه كاينه إنارة ولكن هي ضعيفة ماشي ما كايناش، ولكن كاين شي بلايص ما فيهمش فعلا عندك الحق. المهاشي فين هادشي؟ مرحبا بالسي المهاشي. حنا في واد سبو بمدينة القنيطرة، هانتوما كيف ما كتشوفو تشاهدو معانا متابعينا الفاضل. يمكن انا ضعيفة، يمكن انا ضعيفة، حاولنا ان نجهدو فيها شوية ولكن مع الأسف. هدف هذا المباشر اننا نديرو واحد الجوله، وكاين بعض الاخوان اللي كيبغيو يكتشفوا هذه المناطق وكيبغيو يعرفوها وكيبغيو يشوفوها الليل. حنا الدور ديالنا اننا كنوريوهم هذه المنطقه اللي حنا كنتواجدوا فيها. ولكن كنت عندك شي موضوع مرحبا استاذنا، يعني نفتحوا ما كاينش مشكل، نفتحوا واحد الباب نقاش. مرحبا بجميع المتابعين الفضيل ديال شوف تيفي. الناس جميلة
مرحبا بالناس ديال الناصرة، منظر جميل بمدينة المنطقة. شكرا افناس، اعتذر، مرحبا وشكرا، بارك الله فيك، منظر جميل فعلا. هاد البلاصة هادي منظر ديالها زوين بزاف، وخصوصا في الصيف كيكون هنا واحد الجو لي زوين بزاف، كيكون هنايا عامر بزاف الناس، العائلات، اصدقاء، كيكون هنا في البلاصة كتكون اجواء جد جميلة. لا مرحبا سي عبد العالي، هذا واجب. مرحبا، واش مرحبا سي عبد العالي، مرحبا. وشكرا على المتابعة سي عبد العالي. عليكم السلام سي نبيل، مرحبا بك معنا في هذا الدرك المباشر من مدينة القنيطرة، وبالضبط واد سبو. سي يحيى مرحبا بك معنا في هذا الدرك المباشر. تخصص محترف انا، مرحبا بكم ومرحبا بالسي رضوان مره اخرى. مزيان، الله ينورك السي نبيل. شكرا لك السي رضوان، وكنشكر جزيل الشكر السي رضوان. تحيه متبادله السي رضوان يحيى. عليكم السلام، وكنعتذر الى بعض المتابعين اللي ما كانش التعليقات ديالهم، كنعتذر، تبارك الله تعليقات كثيره. شكرا واجب اخي كريم، شكرا لك مره اخرى. سي كريم مرحبا بك، كل ما التحق بنا كنقول مرحبا بك في هذه الاجواء الليليه بمدينه الكويتيره، وبالضبط ب واتسبو. السي مروان مرحبا بك، السي مروان، مروان ميمو مرحبا بك، ألف مرحبا، الحمد لله. مرحبا سي مروان، غادي نفدوك ان شاء الله الطاره ديالك، وفي اقرب وقت غادي ندير واحد الجوله بالخبازات، لان مجموعه ديال المتابعين الفاضل اللي كيطلبوا لنا الخبازه، ان شاء الله غادي ندير جوله ليليه فيها ان شاء الله، او جوله صباحيه غتكون فيها ان شاء الله، وهذا وعد من عندنا. الاخوان ديال ايطاليا مرحبا بكم معنا في هذه الجوله، الجاليه المغربي مقيمه بايطاليا مرحبا بكم، وتحيه لكل المتابعين والمتابعات خارج ارض الوطن. مرحبا، كيقول السي نور كيقول لنا تحيه لك، وتحيه متبادله للسي نور. كيقدم تحيه للسي خالد وايمان من قنيطره مقيمين في ايطاليا، توحشكم توحشنا البلاد. مرحبا والف مرحبا، ويا ربي يحل علينا هذا الوباء، وان شاء الله تفتح الحدود ويرجع الامور كيف ما كانت، الحمد لله يا ربي. سي محمد مرحبا، لالا ليلى هذه بالضبط حنا في واد سبو بمدينة القنيطرة، هذه هو المكان، هذا هو الواد، يمكن ما كيبانش مزيان واضح، ولكن هذا هو الواد كيف ما كتشاهدوا، اللي معروف في مدينة القنيطرة، معروف بكون كاين اللي كيقولوا كورنيش، كاين اللي، ولكن هو هنايا واد سبو كيف ما كتشاهدوا، ها هو المنظر. كاين اخويا الحمد لله، والله يعطينا قد نفع السي سي علال على ما اعتقد، واعتذر الى ما كنتش سميتك، كنت الحمد لله. سلام خويا، معك عبد الهادي، ما هو مرحبا والف مرحبا السي
عبد الهادي، مرحبا بك عبد الهادي النجار، مرحبا ألف مرحبا، ومرحبا بالناس مرحبا ألف مرحبا لالا سارة، وكنتمنى إن شاء الله ويكون عندنا إن شاء الله العيد. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الجالية ديالنا المغربية مرحبا بها من جميع الدول. السي مروان كيقول لنا خويا راه واد سخون، واد سخون، ما عرفتش السي مروان، ما عرفناش واش الواد سخون ولا بارد. سهل فعلا، اذا فعلا اذا ما خطاتش فيها. ومرحبا بك السي علال مرة أخرى. سامية، لالا سامية مرحبا بك. مساء النور لالا سامية، ومرحبا بك مرة أخرى، تحية متبادلة لالا سامية. احنا دابا الآن كنتواجدو بواتسبو بمدينة قنيطرة، كيف ما كتشاهدو معنا المتابعين الأفاضل. إذا غادي نقراو آخر تعليق، وغادي نقول لكم ليلة سعيدة، وتصبحوا على ألف خير، وشكرا للمتابعة، وكنتمنى منكم أنكم تبارطاجيو. غادي نقراو آخر تعليق، هو ديال سارة. لا سارة، ميرسي خويا، أنت يعني مرحبا بك، بارك الله فيك، وشكرا لكم، وكنشكركم، وكنشكركم على التعليقات ديالكم. وليلة سعيدة، وليلة جميلة إن شاء الله، وأحلام جميلة إن شاء الله بحول الله. الله يكبر بك. مرحبا سي علال، ومرحبا بكل الإخوان والمتابعين والمتابعات شوف تيفي. وليلة سعيدة، وصراحة ما سكتش بكم، لكن خصني نمشي. لا شكرا، وجيه شكرا لكم، وكنتمنى ما تنساوش أنكم تبارطاجيو.